وهي التقنيات الحديثة، أن نوصل صورة الجزاء بإذن الله التي سوف تكون قاطرة وهمزة وصف من أجل خلق ديناميكية. وقلت كل الكلام مرافقتك للشركات الناشئة وسوف نكون والترويج لوجهة الجزائر السياحية. جاء الاتفاقية تمت مع مؤسسات ناشئة مع الديوان الوطني للسياحة، الهدف نتاعها هو الترويج للسياحة على المستوى الداخلي والخارجي، لأن أبنائنا هذو نشأوا شركات للترويج، شركات رقمية، شركات تكنولوجية، عندهم يعني المعرفة باش يعني يقدموا يعني للعالم كل وجهة نتاع الجزائر، يقدموا لهم يعني على الأقل، لأن المشكلة نتاعنا لحد الآن يعني الترويج ناقص. الحمد لله جاءوا شباب راحين يعني يتكفلوا بالمشكل هذا إن شاء الله، ونحن دائما وأبدا نبقى معاهم إن شاء الله من أجل بناء جزائر جديدة.